جبدونا وحده في التلفازه ها هي مورا جامعه القرويين، وها هي تاير عرض الازياء اللي هو عرض الازياء الشفاف. عاريه ليس معها من القماش الا ما يستر عورتها المغلظه. قال لك تنوع الثقافات، مرحبا بتنوع الثقافات، هي مرحبا بتنوع الثقافات، ولكن لا لتشويها اخي سمعه المقدسات اللي هي جزء من هذا الارث الثقافي والارث الحضاري لهذه البلاد هذه. واه وتتحط ميزانيات وزاره الثقافه، ميزانيات قداش تحط؟ قال لك فعاليات كذا فعاليات كذا فعاليات كذا، واخسروها على هاد الشباب، ديروا لهم غير فرص ديال التشغيل، يحس الواحد على الاقل بكرامته اصاحبي، يحس على الاقل بانه فاعل في هذا المجتمع، يحس اصاحبي كنمشيو لصاحبي البلدان تيبقى فينا الحال، بنادم عنده 18 عام 20 عام الدوله موفره له كل شيء، موفره له كل شيء، معاوناه، حنا كنجيبو البراني نعاونوه نعطيه فلوسنا، نجيبو مخرج هاك 700 مليون هاك انت مليار، اجي اخويا سيتكم في 30 حلقه هاك 800 مليون هاك 3 المليار هاك 2 المليار، اخي وشنو احنا شنو اخي ما بغيناش هادشي يا اخويا، اخي ما باغيش نتفرج. ما بغيش داك الفيلم اخويا، اضيفها اخويا في الميزانيه ديال التشغيل اخويا، ضيفها في ميزانيه التشغيل يا اخويا. لاش اخويا لاش لاش اخويا، مهرجان الموازين 2020 2021 ما دار كاين مهرجان الموازين لو نقصنا لنا شي طلعه، شي واحد يقول نقصت منه شي ودن طارت له شي عين ندخل في اكتئاب، ما والو ما وقع لنا والو. دوك المليارات اللي كيتخسروا اخويا زيدوهم اخويا في صندوق التشغيل اخويا، وديروا فرص للناس يخدموا. دير لكم موازين نتومايا ودير لكم الحفلات والسهرات ديال 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 هذا باش نتومايا تنشطوا باش تضحكوا. اجي حنا راه بنادم راه فيه الجوع كاع ما تيضحك، راني ما لاقيتش فيه ناس راه كاع ما تيضحك اصاحبي، شنو دير لي مسلسل تطمز عليه؟ ولا اللي عليه كريدي غادي يضحك، اللي عليه المشاكل والهم غادي يضحك، اللي بنته ما عندهاش فلوس اللي ما عندوش فلوس باش يقري بنته غادي يضحك. تقول لي راه درنا لكم باش نضحكوكم فكاهه وتتفكوا علينا تطمزوا علينا. راه مو المواطن خصو يحس بقيمته اصاحبي، حس بقيمته. واه الشاب عنده مشكله في القرايه كيقرا ويصبر ويصابر وتيقول انا ان شاء الله غنوصل وغادي ندير، تيلقى راسو هذوك الناس اللي سبقوه ما داروا والو، مقهور مع الاستاذ مقهور مع الحارس العام مقهور مع الامتحانات، تيقول انا بحال دخل بحال دخل شي داخليه غادي نخرج صافي مباشره غادي ترسم غادي يعطوني الرابيل ديالي غادي والو مسكين والو، تيمشي يشد الباك مسكين تيخرج تيخدم بالسيمانه ولا تيخدم مسكين بالشهر ماشي عيب يخدم بالسيمانه، تيخدم في الاعمال الحره. ايوا فين هي هادو اللي قراو سلتو عليه؟ فينا هما؟ فينا هو؟ فينا هو الطموح ديال هاد الشاب هذا اللي باغي يتوظف ولا بقات غير بيت الاول وبيت الثاني وبيت الثالث؟ السلام انت يا سميتك نتعرفوا عليك انت يا واش هادوك شي اساتذه تيشاركوا في هاد الطنز هذا سميتك وباغي شتو باغي تخرج باغي تخرج بوليسي شتو باغي نخرج باغي نخرج مدير شتو باغي نخرج باغي تخرج طبيب زعما انت يا انت قنا الاستاذه كتسولي هاد السؤال هذا انه يخرج طبيب ولا يخرج مهندس ولا يخرج هادشي اللي كنشوفوه حنا الله المستعان. حنا ماشي كنسودوا الصوره، الصوره راه هي هذه، الصوره راه هي هذه. شحال من واحد تيتوظف من الملايين الشباب اللي تيقراو واجيال اللي تطلع، شحال من واحد شحال من واحد عنده الباك جالس عاطل شو اصحاب الشواهد ها مول الاجازه مول المطر مول الدكتوره، حنا مالنا ما كرهناش حنا نتوظفوا، الدكتوره ما عندها حتى شي وظيفه في هذيك البلاد. وبنادم كاع تيشد الباك تيقول صافي راه كاين امان في الجامعه تيمشي يقرا في الجامعه كيتقبل فيها بزاف تيبدا عاوتاني مسلسل المعاناه وحده اخر في لافاك، والنتيجه اشنا هي؟ كيدور في بلاصتو كيدور في بلاصتو عمرو كيتبرد في الخاوي. والشباب راه تيضيع، الشباب راه تيضيع يا اخي، وحنايا نزيدو المناهج هي مخربقه، الوظائف ما كايناش، الاعلام ديالنا تيخسر الفلوس المليارات بدون هدف بدون رساله واضحه، الا كان غير الفسق الا كان غير المجون الا كان غير الانحلال الخلقي راه الشباب ديالنا راه الانترنت راه قادهم الا من رحم الله الويلات وويلات. اذا ما غيقوموش الناس بالادوار ديالهم ويحاولوا بما امكن انهم يدافعوا على الدين ديالهم اللي هو عصمه امرهم، وانهم يناقشوا مجموعه من القضايا سواء اللي كتعلق بالاطفال، ودابا الاباء مساكن ما عندهمش الوقت حتى فين يهضروا مع اولادهم، قهورين بالكريدي اللي خلاتوه كورونا، مقهورين برقمه العيش، مقهورين بمجموعه ديال الامور، عاد تزيدهم انت يا دوك المقررات عامرين
ها والثقافة اليهودية خدقت هضر عليهم تتشبع وتكتب عليهم تترقع. راح الثقافة المغربية اللي عاشت مع اليهود كانت كتقول يهودي حاشاك، واحد اليهودي حاشاك كان دايز من الملاح، واحد اليهودي حاشاك كان دايز من الملاح، وبقاو تكادو فيهم تتعيا، ما نظلموهم حنايا، ما نديو لهم رزقهم، ما يتعداو عليهم، ولكن هذا راه هو هذا هو الواقع، هذا هو الواقع اللي قالوا رب العالمين سبحانه وتعالى: ما له دافع لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اليهود، الله المستعان، الله المستعان. كنبقاو ساكتين على شي أمور ونقيدوا الناس يهضروا عليها ويبقاو هما مساكين يهضروا عليها، تتجي فيهم غير هما، وبنادم غير تيتفرج، بنادم غير تيتفرج، غير مسيوق، غير مسيوق وتيتفرج. ودابا تزيان، ودابا تزيان، تسناها دابا تزيان، تسناها دابا تزيان، دابا تجي الزين ديالها غيجي من السما ينزل لك على الراس، تسناها دابا تزيان. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، الله المستعان. فكنتمنى ان هذا اللي دار المونتاج يتوب الى الله عز وجل، كنتمنى لي هذا الامر هذا، لأن هذا فيه استهانة ببيوت الله عز وجل. كنتمنى هاد الشابة اللي يدعي الله تبارك وتعالى اللي عرضت لحمها رخيص، ودابا هذيك براسها تقولك شنو في كاينة خدمة، هادشي عندها تقولك في كاينة خدمة، تقول لها تزوجي تقولك فينا وما زاد الرجال، الرجال ما لاقيش الخدمة اللي أنا أصلا بعت لحمي عليها، أش بغيتي ندير فين؟ غنوكل أمي، عندي أختي، عندي خويا، عندي كذا، عندي كذا، يلا تنتقاتلوا بعد الدنيا. أو بغينا حنا التشغيل، بغينا حنا الناس يخدموا ويتوظفوا، بغينا الناس تكون عندهم كرامه، عنده سالير ديالو مرتاح، ما مخلوعش يا صاحبي، ماشي يحط راسو ما يديش النعاس، ماشي يبقى سهران حتى لخمسة الصباح، مالو تيكمي، مالو تيشرب، مالو تيسكر، لله الله المستعان. واخا ماشي مبرر، ولكن هو تيشوف حياته غادا تتجري، وما دار لا مستقبل، ما دار لا ولاد، ما دار لا دار، حياته غادا كتجري، دخلات في الثلاثينات، الدريات صغار منها طالعين بالزين تيديروها، هي دبالت بالخدمه، ما حياه مظلمه قدامها، اش غادي دير؟ راه هادشي اللي خصنا نفكروا فيه. الاساس، الاساس، الله يرحم الوالدين، الاساس. عينا بالزواق، مزوق من برا شخبارك من الداخل، بارك من العكر على الخنونه، الله يهديكم ويتوب عليكم، الله المستعان، الله المستعان.